البحرين حقيقة سألت سؤالا مهما جدا، وهو قضية سوء الظن الذي يحدث عند الناس. وكثير من الناس لم يعد يكتفي بمجرد سوء الظن بمعنى أنه يخطر الخاطر، بل يبني عليه أفعالا وأحكاما، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية والعلاقات بالأقارب. فتوجيهكم حول ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر الله تعالى باجتناب كثير من الظن، ولم يقل باجتناب جميع الظن، وإنما قال كثير من الظن، ثم بين أن بعض الظن إثم. فالظن الذي المأمور باجتنابه هو الظن الذي لا يستند إلى دليل ولا إلى برهان ولا إلى قرينة، وإنما هو خال من ذلك كله، فهذا مأمور باجتنابه، وهذا هو الذي قد يترتب عليه الإثم الذي أشار إليه ربنا في قوله إن بعض الظن إثم. فإذا ما كان عندك أدلة ولا قرائن ولا إثباتات، فلا يجوز لك أن تسيء الظن بأخيك المسلم، فإن سوء الظن هذا يرتبط به معاص وسيئات أخرى. سوء الظن يرتبط به التجسس، وسوء الظن يرتبط به سوء المعاملة، وقد يرتبط به أيضا أمور أخرى أبعد من هذا، مثل ما ذكرت الأخت الكريمة أنه قد يرتبط به الطلاق أيضا، فيبدأ هذا الزوج يسيء الظن بزوجته شيئا فشيئا إلى أن تسوء العشرة بينهما، ثم يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى الطلاق. وبعض الناس بطبيعته شكاك، عنده شك وعنده سوء ظن بالآخرين، يعني الأصل عنده هو سوء الظن وليس حسن الظن، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون من المسلم. المطلوب من المسلم أن يكون العكس، أن يكون الأصل عنده حسن الظن، وأن لا يسيء الظن بأحد من المسلمين، لا من زوجة ولا من أولاد ولا والدين ولا أهل ولا أقارب ولا زملاء ولا أي أحد، إلا إذا كان هناك أدلة وقرائن تؤيد هذا الظن السيء، وجد دليل يدل على سوء الظن هذا، هنا معفو عنه وعليه أيضا يتحقق ويتثبت. ويعني أيضا إذا كان الأمر متعلقا بالأسرة، فعليه أن يحرص على مراقبة من حصل منه هذا الأمر الذي قامت الأدلة والقرائن على أنه فعلا ارتكب ما يوجب سوء الظن به. فإذا الأصل في سوء الظن أنه مأمور باجتنابه، إلا إذا قامت الأدلة والقرائن على أنه يعني متحقق، فحينئذ يكون معفوا عنه في هذه الحال. نعم، جميل.